اخر من راجع، احنا عاملين مسابقه، تحب تشارك معانا؟ ماشي، مفيش أي مشاكل. ايه اجمل فيلم عمله سعاد حسني؟ صغيرة على الحب. صغيرة على الحب. تمام. واجمل فيلم؟ مساء الخير. مساء النور. حضرتك بتصوروا ايه؟ احنا بنتسوق. مش كلمة. لا بس كلمة بخمسة كده. تعالى كده على جنب. ايش تعالى على جنب خمسة ست شو القمر يا باشا. انا تعالى على جنب خمسة ست كلها هتحلل. بتصوروا ايه؟ تمام، احنا بنصور مسابقة. ما مش كلمة. لا 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 كلمة. لا انت اللي موقفني. يا راجل خد. انت اللي موقفني خلاص. احنا بنصور، احنا بنعمل مسابقة تمام؟ عبارة عن أسئلة كرتونية. بجد أسئلة كرتونية؟ تمام. الله. تمام. أنا قلت لك بقى، طب أقول لك على حاجة، أنا قلت لك ثقافية. وأنت سمعت على مزاجي. لا على فكرة كمان. أنا دلوقتي هخليها لا قلت لك كرتونية. سينمائية. لا لا لا. سعاد حسني سينمائية. يا عم أنا شايفها ثقافية. طب كمل معايا. أنا عايزك معاي. تريح. يا كمل جماعة. بس عشان الست والبت واحدة. هو مين اللي جاب يا جماعة، مين اللي جاب الراجل ده؟ أنت اللي جايبني. جماعة مين؟ أنا جايبك؟ أمال أنا اللي جايبك؟ تمام. طب استناني دقيقة. اتكلم بس عشان تمام. نهزقش بعض. كمل. ايه نهزق بعضينا؟ طب اديله فرصة ثواني هنتكلم. ماشي امسك نفسك خمسة بقى. مين اللي مغني أغنية حبيبي على نياته كل بنات اخواته؟ ده ما كانش كده بس انا غيرت كل حياتي. كل بنات اخواته؟ دلوقتي. دلوقتي؟ اه. بعد كده؟ ولا هتعرف. انت عارفها؟ انا مش جبت عشان اعرفها. لا عادي دي اغنيه. طب بتاع البنات كل انا عايزك انا عايزك تريح نفسك كده وما فاهم انت مش في الكلام. طب تغلط خلي بالك وانا ما غلطتش. ما حضرتك انت بتخش لما احنا بنتكلم. شايف فاتورته بيتكلم معايا ازاي؟ هو اللي هو برضه المذيع لسه. طب خلاص نمشي احنا. اللي انت شايف انت ماشي. انا انا عايزك تركن. انا عايزك تركن يا عم. ما تنشي ده عيب. انا عايزك تركن. طب ركن ارمي معايا وركن. شوف اخرك ايه. طيب ايه الزق والكلام اللي انت بتعمله؟ طب كمل. تمام خلينا نشوف الحساب. ايوه يا عم امسك ده انت وتكلم. انا مش همسك ده يا عم. انت كلمها ايه؟ انت قلت لي خلاص رايح خمسه. انا عايزك تريح. عايزك تريح. تمام. فانت جاوبتي ولا ما ايه؟ انا مشتت افكاري والله. طب جاوب كده. كل ما يجي يسالني بتعمل كده يعني. اتكلم. ساكت ساكت ساكت. ده كلام. ساكت ساكت كلام. المهم شايفها مين؟ هو انا مش فاكره. نانسي صح؟ وانت جاي تضايقني؟ نانسي. اعتبرها نانسي. انت كسبتي معايا بجد. ماشي. انا بضحك معاك ومعاها يعني. انا كده كسبت والله العظيم. يعني انا مش يعني انا كده كسبت. خلي معاك. انا كده كسبت خلاص. تمام. يعني تمام. انا خلاص كده كسبت. طيب ماشي. توقف ليه؟ كسبت ايه؟ كسبت. كسبت ايه؟ كسبت موبايل. خلاص. موبايل 13 برو ماكس. ايوه جاوبت. هي جاوبت. جاوبت. قولها تاني كده. تمام. مين اللي مغني اغنيه بكار؟ بكار؟ تامر حسني. يا عم الله تروح يا عم في البيت. سمر حسني. يا عم مالكش فيه. هو ده اللي عايز مني انا حاجه؟ تامر حسني. بجد بقى انا عايز منك حاجه. ايه؟ عايز اقول لك ان احنا بنعمل مقلب. تنزل ايدك. طب اسمعني بس. اسمع بس. بنعمل مقلب. ممكن اعمل لك انت مقلب زباله. بص حضرتك احنا قناه على اليوتيوب وبنعمل فيو في الشارع عن ظاهره سلبيه ومنتشره بشكل مش طبيعي وهي ظاهره التحرش. فعايز اخد بس رد فعلك في حته ان بنت تبقى ماشيه في الشارع وولد يجي يعاكسها ويقول لها كلام مش حلو. انت هيكون رد فعلك ايه؟ رد فعلي في ايه؟ يبقى قليل الادب. قليل الادب. مش محترم. لا قليل. ما يوقفها ويقعد يقول لها كلام مش لطيف وبتاع. انت هتضربه يعني ولا انت هتعمل ايه؟ واحد راحتك كده. انا امسك فيه على طول. ما ينفعش. ظاهره مش كويسه خالص. هو هي مش برضه امسك فيها. ما ينفعش وانا واقف. تحب تشارك معانا؟ تمام. طيب بس احنا بنتكلم عن ظاهره التحرش، فانت هيكون رد فعلك ايه لما تلاقي بنوته كويسه واموره ماشيه في الشارع؟ شبهك؟ بتعجزها ولا ايه؟ اكيد ما ينفعش حد يشوف حاجه حلوه وما يقولهاش ان هي حلوه. يعني انت هيبقى رد فعلك لما بنت ماشيه في رود الفرج حد يعاكسها انت هتقول له ماشي تمام؟ لا مش هقول له ماشي، على حسب المعاكسه. يعني بقول لك حضرتك حلوه جوايا انا حاجه. انا بقى ما تعاكسنيش. ما تعاكسهاش يا ريس. ايه يا ريس؟ هي مش واقفه بنتكلم. انت بتعاكسها ايه يا ريس؟ انا ما عكستهاش. لا يا راجل ما ينفعش. انت برضه تقول لها في منطقتنا برضه ما ينفعش. انت تقول لها كده. انا لو هعكسها يعني انا لو هعكسها مثلا ممكن اقول لها مثلا انا عارف ان الملائكه يا حبيبتي حبيبتي ما بتتشافش. لا يا حبيبتي. طب ازاي انا شايف؟ ازاي يعني؟ ازاي اللي انت ده انا؟ ازاي يعني؟ طب حضرتك انت بتكلمني. لا يابا برضه انت ما بتعكسهاش. بالراحه بس عليه. سيبه. ازاي يعني عكسك وانا واقف؟ ازاي يعني؟ سيبه يا عم. سيبه ازاي يعني؟ سيبه بيقول كلام كويس. لا ما يقولش كلام كويس. ما انا ما قلتلكش برضه لو شاب امور وحلوه كده ما فيهاش مشاكل. لا برضه وانا واقف ما ينفعش حد يعكسك وانا واقف برضه. ليه بس كده؟ ما انا ما فيهاش حاجه. ممكن اقول حاجه؟ ممكن اقول حاجه؟ اول حاجه انا ما عكستكش انت.
انا بكلمها هي وهي ما تعرفش تعجزني انا وهي واقفه معايا برضه انا لا يعكسك ليه ما يعكسني انا لا برضه ما ينفعش هي تعجزها برضه لو انا واقف برضه ازاي ما تسيبه يا لا ازاي يعني ما فيهاش حاجه بيقول كلام حلو بيقول ملايكه شايف ملايكه انا برضه بتكلم برضه يعني انت سمعت تامر حسني طبعا عارف الاغنيه بتاعه تعبه كل الناس لا ما كده الشغلانه دي انا ما ينفعش معايا الشغلانه بس كده لا يابا ما ينفعش مش بيقول طب ايه ده طب خمسة لا يابا ينفع انا في 5 ايه ده يابا انت يا باشا يا باشا ما ينفعش سيبه بس وما قالش حاجه انت بتعمل لي كده مالك انت بس بيقول كلام انت مالكش دعوه انا مش معترضه لا 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 يا عم انت مالك مش معترضه مش معترضه انا واقف انت تعجزها يعني انا مش معترضه ازاي يعني كمل وقتك نفسك كل وقتك ازاي يعني وقتك يا فندم يبقى يا فندم بيت انا فندم ما بيقول خليك معايا انا هي تخصني دلوقتي غلطك ازاي يعني هو في ايه بالظبط الناس ازاي في ايه بالظبط ايه حضرتك بقولك تخصني يعني مش فاهم طب يا جماعه يلا بعدين طب خلاص طب هقول لك اول حاجه ده مقلب واحنا يعني مقلب اه بص الكاميرا يعني ازاي انتوا يعني مقلب ازاي يعني اسمع بس هو عامل ده كله طب اسمع ازاي يعني والله ايه ده طيب ده مقلب والله مقلب والله مقلب والله مقلب مزيا انا كده شكرا لحضرتك ماشي استاذ وفي برضه الفستان ده لو قدرت ان انا انتي سم ماشي بصي انا طبعا لو طولت بقى يبقى يا تلاكتك بقول لك ايه يا بنتي سيبيه يتكلم لا هو مش عامل يتكلم ما هو مردش عايزه ايه مردش كلانسس خالص مش عينيك لا خد تعالى خد انت بتكلم مين انا بتكلم في التليفون هو انت اللي طبيعي انك بتتكلم في التليفون بتبص على الجسم اللي قاعد في المكان في حضرتك انت مش عاجبك انت اسلوبك مش عاجبنا حضرتك انا بتكلم في التليفون ما بيتركوش كلام طب بص لنا طيب انت خلاص روح على الباك ده انت تنكع التوت ايضا امك طب انا عايز انت ايه الادب انا عايز انت ايه الادب انا عايزه المسؤول هنا انا عايزه المسؤول هنا انا ماليش دعوه بالمسؤول هنا انا عايزه المسؤول هنا ما تطولش معايا انا عايزه المدير حضرتك يا مشير مش عاجبك حضرتك بقول لك عايزه المدير حاضر حاضر هو ايه ده ده حضرتك المدير نعم ده حضرتك المدير طب صاحب المكان اتوفى وكتب كل صاحب المكان اتوفى حضرتك كتب كل حاجه باسم ده طب بص اتكلم حضرتك ولا ممكن اترجم لك عادي طب انت بتقول ايه انت بتنرفزني ليه اتكلم حضرتك وانا ممكن اترجم يعني انت بتعمل كده بس يعني الكلب ده تسيبه كده انا عايزه صاحب المكان مش عايزه اتكلم صاحب المكان اتوفى وكتب كل حاجه باسم ده كتب كل حاجه باسم الكلب انت بتتعامل مع متخلفين عقليا انت عبيط اوعى كده اوعى يا بابا خليني اروح اتكلم بس انا عايزه اصاحب المكان ده حضرتك انا عايز اصاحب المكان بقول لك روح اتكلم ده مدير المكان فده حضرتك وانا ممكن اترجم لكم هو انت عبيط والله مقلب والله مقلب والله مقلب اوعى والله العظيم انا بقى هوريك بقى مدير المكان ايوه